يا رب. جاهزين للسؤال الثاني؟ تفضل. ما هو الحيوان الذي اشتكى لل... والأحسن ما قريت أنه فيه نسخة من الكعبة في البيت المعمور، والله أعلم. كيف السماء السابعة؟ نبي سوء معاملة صاحبه الكلب. غلط. شكرا كثير لك، إن شاء الله ألف مبروك. السؤال مسمين السؤال يا رب. جاهزين للسؤال الثاني؟ سر. ما هو الحيوان الذي اشتكى للنبي سوء معاملة صاحبه؟ الكلب. غلط. شكرا. الجمل. نورمال مو الجمل هو اللي كان تشكى للرسول صلى الله عليه وسلم. كثير لك، إن شاء الله ألف مبروك. إلى أين تحج الملائكة في السماء؟ إلى بيت الله المعمور. بيت الله المعمور. طبعا أكيد ما شاء الله. مسيت مسكينتي أضرب واحد طريقة. الله حولك. جائزته 20,000 وأنت ربحت ثمنه. تفضل. إن شاء الله ألف. جاهز السؤال الثاني؟ إيه. ما هو الحيوان الذي اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام سوء معاملة صاحبه؟ إيه الزمر. الجمال؟ إيه. طبعا أكيد ما شاء الله حولك. جائزته. مسكين ما تخرجش الحروف مقادتي. معش بحال مريض ولا المهم، ولكن تبارك الله ما شاء الله العقل ختام. هي هو الحروف ما تي النطق ما تينطقش. 50,000 وانت ربحتها معنا. تفضل. ان شاء الله 1000. باي فيتي. السؤال الثالث. ايه. ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين تحيات مسي. هلا عاد لي جواب. ايه باس بس. زي ما دوك جوج ركعات نتاع تحيات المسجد هو اللي هما صلاة الأوابين. نعم مغيب. لا غلط طبعا. أنا بعتذر منك بس بدي أقدم لك دعوة لشخصين من مأكولات الشام. بأي فرع أنت بتحبه؟ تفضل. ستة عطيك أيتم. شكرا لك وينعاد عليك بالصحة والعافية. ترى عم تبقي هوب. ألف خير. إلى أين تحج الملائكة في السماء؟ السماء أنا أظن إلى بيت المعمور. أكيد ما شاء الله. يعطيك الصحة. تسي لا ضرب شكال. ولك جاء 26,000 وأنت ربحتي يا معنا. تفضل. إن شاء الله 1000. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. ينعاد عليكي بالصحة والسلامة. لا ضرب شكال السيدة. الله يعطيها الصحة. جاهز للسؤال الثاني؟ أي ماشي. ما هو الحيوان الذي اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام من سوء معاملة صاحبه؟ الجمل. طبعا أكيد الجمل. ما شاء الله حولك. جاء 56,000 وأنت ربحتي يا معنا. تفضلي. إن شاء الله 1000. إن شاء الله أنا بعرف اللي فيك يا رب. كل عام وأنتم بخير يا رب. بخير. جاهزين للسؤال الثالث؟ إن شاء الله. بس إن شاء الله يكون سهل علي. أنا بحب أسئلة هيك يعني تاريخية بزاد عن يعني السيرة النبوية. ما شاء الله تحب الأسئلة على السيرة النبوية. سهل إن شاء الله. ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة سنة المغرب. هي الأوابين أنا بصليها. ها؟ سنة المغرب؟ كيف سنة المغرب؟ هذا ما دوك جوج ركعات من مورا المغرب. هادشي اللي بغيت تقول. غلط. بدي اعتذر منك وبدي اقدم لك هديه بسيطه من عند مأكولات الشام. دعوه لشخصين باي فرع. عاد بغيت تقول السيده. تفضلي. ان شاء الله يسلم ايدك وان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. الف خير. صحه وسلامه. قلبي يسلم هلي. مازال انا مابقاش هادو فيديوهات شويه قدام ديال صناع الابتسام دونك ما كانوش تيديروا الاجوبه. ولكن نقول لكم الجواب. الجواب عرفته انت وعدوك جوج اسئله الاولين. الجواب الثالث اللي هو صلاة الأوابين تتكون في الصباح اللي هي صلاة الضحى تتسمى بصلاة الأوابين. واضحة. فيديو آخر. بماذا تسمى سورة قريش؟ تسمى سورة قريش. الإيلاف. الإيلاف. سورة الإيلاف. مصر. غلط. شكرا ليلى. أهلا وسهلا. لا ما بعرف. النبي الذي ظهرت عند قدميه مياه زمزم. شكرا ليلى. هلا. سيدنا ايوب عليه السلام. ممكن. اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. سورة قريش. سورة اي نبي ايوب عليه السلام. لماذا تسمى سورة قريش؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. هي إيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ليعبدوا. طبعا لا انت اكيد جاوبتني صح. بس شو اسمه؟ بشو تسمى؟ عرض عليها. سورة. لا الصورة كاملة. شو؟ ائتلاف. ائتلاف؟ إيلافي. إيلافي قريش. يعني سورة؟ سورة الإيلاف. سورة الإيلاف طبعا. وعاوناته. برافو عليك. ربحت معنا 20,000. جاوبات بلاصته بس يعني. ربح جوائز. تفضل. ان شاء الله. هذا يقدر فيديو قديم. مازال ما كانش عندهم مازال ما كانش عندهم البراوات. انت قالوا تيعطيو الفلوس هكاك.
الكاش. ألف مبروك. الله يحفظك. عيد في الفيديوهات اللي شفنا تعطيه براوات. تفضل. من هو النبي الذي ظهرت عندك؟ الحمد لله راه كاينه معلومه زوينه. خصنا نمشيو نربحوا في سوريا. قدميه مياه زمزم. الرسول صلى الله عليه وسلم بس هي ظهرت بالضبط عند جدو. كيف جدو؟ جدو الرسول الله عبد المطلب. غلط. انا قالت لك نبي منك، لانه السؤال من هو النبي الذي ظهرت عند قدميه مياه زمزم. مياه زمزم سيدنا ابراهيم. غلط. شكرا لك، ان شاء الله الف مبروك اللي ربحتم معنا يا رب. ونبي بماذا تسمى؟ هو سيدنا ابراهيم ما بنش عند قدميه يعني. سورة قريش. ما تكون يا سيدنا اسماعيل عليه السلام، نغمر هو اللي بغات تكون بنت. ولكن كاين ديك الايه نتاع هذا مغتسل وشرب، فاضرب برجليك هذا مغتسل وشرب، نتاع سيدنا ايوب عليه السلام فاش براه الله من المرض اللي كان فيه. ولكن احنا دابا نشوفوا الجو باش نتاكدوا، حيت كاين الحمد لله راه كاين معلومات ولكن ما يمكنش نعرفوا كل شيء. شكرا لإلى. سورة قريش تسمى بسورة الإله. طبعا اكيد، برافو عليك. جائزتو 20 سيتي بن فيه دريوش. 1000 انت ربحتها معنا، تفضل. ان شاء الله الف مبروك. جاهز للسؤال الثاني؟ كثر خيركم. على من يطلق المصدود؟ والله ما اتوقع. المصدود. المصدود هو اللي ممنوع عليه شي حاجة. حسين ما عندك فكرة؟ ما عندي فكرة. شكرا لإلك والف مبروك يا رب. بماذا تسمى سورة قريش؟ الإلاف قريش الإلاف. قصدك سورة الإلاف؟ سورة الإلاف. تمام، برافو عليك. واش تدا ولا تتعاون الناس؟ عم الإجابة صح، ربحت معي 20000 على السؤال الأول. إن شاء الله ألف. الله يبارك فيك. من السؤال الثاني؟ تفضلي. على من يطلق المصدود؟ الذي يمنع عنه الحج. أيه. طبعا أكيد، برافو. أيه، قلت لكم المصدود هو اللي تتمنع عليه شي حاجة، هو اللي ممنوع عليه شي حاجة، ممنوع عليه الحج. مصدود. برافو عليك عم، جائزة 100000 وأنت ربحتها معنا، تفضل. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. من السؤال 200000؟ تفضلي. من النبي الذي يسمى بشرى؟ بشرى. إيه بشر بشرى ولا بشرى. لو ما عقلتش تسميه بالضبط. هو ولد سيدنا أيوب يقدر عليه السلام. لا شو؟ ضبطها قربت على الإجابة. ذو الكيفل. يخرجها. أنا ما بتطلع من الخوف. أنا اللي كان بيقول ذو القرنين كان بيغلط. حاول طلعها شوي. أعطيني إجابة واضحة. ذو القفل. أنا بتطلع من القوف. أنا آسف. ذو الكيف. برافو عليك عم. بس السيد مسكين ما خرجش الحروف ولكن عنده أجوبة ونظر. جائزته 200000 وأنت ربحتها معنا. ما شاء الله 100000. إن شاء الله 1000 مبروك. أنا لا بارك فيك. أهلا وسهلا. كمل السؤال 500. تفضلي. سير باقي سؤال. ما هو المكان الذي اتخذه الرسول عليه الصلاة والسلام مركزا سريا للدعوة بمكة المكرمة؟ دار دار. ما هو المكان الذي اتخذه الرسول عليه الصلاة والسلام مركزا سريا للدعوة في مكة المكرمة؟ والله أنا آسف ما بعرف هذا السؤال. طيب شكرا لإلك وإن شاء الله ألف مبروك اللي ربحتم معنا يا رب. أهلا الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. اوكي هنا تيسالي الفيديو. المركز اللي كان مركز الدعاية الإسلامية هي دار الأرقام. عقلت عليها بياسور شايف الفيلم تاع الرسالة شي ثلاثة المرات ولا بعض شحال ملي كنت صغير التالدابة. وبياسور بقات في بالي دار الأرقام هي فين كانوا تينتجمعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة، فاش كانت الدعوة سرية قبل ما يكون الجهر بالدعوة. والمهم الحمد لله لقينا راسنا شويه شادين وحنا تنجاوبوا على الاسئله معكم، وهنا تنقول لكم تشاو وباقي الخير. دابا نوجد لكم فيديوهات اخرين نتاع صناع الابتسامه فيهم اسئله زوينين ونحاولوا نجاوبوا مع بعضياتنا. تشاو.